كوكو لي جامو ديالي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديدة، فيديو ديال دردشة معكم، شوية نفتحوا قلبنا بعضياتنا، وسيرتو شحال هادي وانا باغية نهضر على هاد الموضوع. دي كومونتير في الخاص تيسولوا على هاد التجربة هادي وعلى هاد الموضوع هذا، فقلت علاش لا لي ما نحطش فيديو نبارطاجي معكم يعني التجربة المؤلمة والتجربة اللي انا مازال كنعيشها دائما. فخليكم معايا. امبارح حطيت فوتو كنضحك فيها في انستغرام، وقلت بان كنضحك دائما في تصاوري، كنضحك دائما مع الناس اللي كنعرف والناس اللي ما كنعرف طبيعه الحال، وابتسامه دائما كنحاول انها ما تخطانيش، تو سامبلومون لان واخا يكون عندك هموم الدنيا والدين فهذا ما تعنيش على انك انت غادي غادي تنكدي على وحدين اخرين، ولا انك دائما غادي تنزلي تشكي بهموم ديالك، لان الشكوى لله سبحانه وتعالى. ف اليوم الموضوع ديالي انا كيف ما قلت لكم غادي نهضر لكم عليه اول مره حساس، لان بعد المرات صراحه كيجوني دي ميساج بريفي هكا في خاص هنا وهنا. علاش ما تسبينيش ولادك؟ تو سامبلومون لان ما عنديش الاولاد، فين ولاد هاد ولادي نبين لكم. فوالا، ولهذا عنوان ديال هاد لا فيديو هادي هي التجربه المؤلمه مع هاد الموضوع هذا ديال الحمل، وشنو درتي وشنو ما درتيش، وكيفاش كانت الامور، وفين وصلتي، وبزاف ديال الحوايج. فوالا اليوم بغيت نفتح لكم قلبي ونبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج اللي انا مريت منها. فكيف ما غادي تشوفوا واحد لا فوتو اللي غادي تبان بانه انني كنت حملت، كنت انسانت، هذه تقريبا في 2016 ولا يعني مده هذه تقريبا، وكنت تقريبا وصلت ل 3 موا، وكان وقع لي اجهاد ولا تنسميه انا تو سامبلومون القلب ديال الجنين توقف من بعد ما درت جوج ديال لي كوغرافي، كان كلشي مزيان الحمد لله، كانت الامور هانيه وكلشي وهذا. فجيت باش نقول لكم بان في ديك الفتره انا اللي كنت حملت فيها في 2016، فصراحه ما كنتش قاعده ننتظر بانني غادي نحمل ولا شي حاجه، فكان تو سامبلومون جا الحمل يعني بصوره مفاجئه لينا انا وراجلي، و فوالا فرحنا وكلشي، وامور كانت غاديه بخير وعلى خير. انني كنت مازال ما درت لا اوس بيلدونغ لا حتى شي حاجه، كان جوست لو سوسي عندي هنايا ولا شويه ديال الضغط، هو انك مازال ما خدمتي ما حتى شي حاجه، ف اون فوا تحملي وهذا فضروري خصك تجلسي في الدار بزاف ديال الحوايج. هذا هما لي بيتي سوسي اللي كانوا عندي في ديك الفتره، سينو ما كان عندي حتى شي مشكل ولا هذا. ف فوالا حملت، جات الامور يعني على بغته كيف ما تيقولوا، سي فري ما كنتش كناخذ لا مانع ديال الحمل ولا حتى شي حاجه، ولكن جا الامر هكاك مع انني ما كنتش كننتظرو. فجست باش نقول لك بانك ملي كتكوني كتضغطي على راسك كتنتظري وعايشه واحد الهموم بزاف ديال الحوايج، فالحمل ما كيجيش، وملي ما كتكونيش كتنتظري كيجي كيف ما تيقولوا، تيجي في الوقيته اللي انت ما ماشي ما باغياش مي ما منتظراش. فوالا هادشي اللي وقع. فحملت لا ثروازيام ايكوغرافي، مشيت باش نديرها، تفاجأت ان الدكتور كيقول لي بان جو سوي ديزولي، انا اسف، القلب ديال الجنين توقف. فوالا تو سامبلومون كلكم تخيلوا، يمكن اي وحده في بلاصتي تخيل شنو الاحساس. احساس صعيب، احساس رهيب، احساس يعني احساس اللي صراحه كيدمرك على الانتيغيور في لو فون ديالك، لانك كتكوني كتنتظري بزاف ديال الحوايج، بدينا كنوجدوا بزاف ديال الحوايج، بدينا كنتوقعوا بزاف ديال الحوايج، بدينا كنتاملوا بزاف ديال الحوايج، مي تو سامبلومون كيجي داك النهار يات نهار مشؤوم، وتيقول لك الدكتور انا اسف، ودابا خاصك ديري اوبيراسيون كورتاج تو سامبلومون باش تحيدي الجنين، لانه يا كان شويه يعني تقريبا 3 شهور، ما كانت ساهله ما كانتش عاديه. فوالا فالدنيا ما كتوقفش على هذا الموضوع هذا، سي فري انا كي كتالمي بزاف ديال الحوايج، ولكن الامور ما كتوقفش على هذا. ومن ديك الفتره وحنايا كنحاولوا
لان سورتو ملي كتعيشي واحد الاحساس بانك راكي كنتي انسانت، كنتي حامله، فاحساس زوين بزاف، وكتبغي انك تعاودي داك الاحساس تعيشيه وتتقولي علاش انا. عقم ما كاينش عقم، باش نكونوا واضحين، لا انا ولا راجلي درنا يعني كل ما يمكن يدار، وتيكونوا دائما لي زاناليز ولا لي تيست اللي كنديرو كيكونوا مزيانين ومزيانين بزاف. فتجربة مؤلمة مؤلمة بزاف، سورتو من 2016 حتى لدابا 2019 تقريبا، حنايا ما بقى لنا والو على 2020، وانتي كتنتظري شي نهار توقع، شي نهار يجي داك الحمل بدون ما تعلم. فبطبيعة الحال المحاولات ما كتوقفش، فحنايا يعني ما توقفناش عند هذا الحد هذا، درنا بزاف ديال المحاولات، من بينها انك تمشي تديري كونفاسيون ان فيترو، ف ما سهلاش ما سهلاش. علاش؟ تو سامبلومون بسيشيكمون اي ماتيريال اوسي ما سهلاش، لانك تقريبا هنايا كتخلصي كل شيء انتيا، سورتو ملي كتكوني في واحد لاج اللي اما لا سيكوريتي سوسيال ولا لا لا ولا لاسيغونس ديالك ولا هادي ما كت تغومبورسي لك حتى شي حاجه، فانت كتخلصي كل شيء راسك، وما سهلاش انك تقريبا كتوصلي لواحد 4000 اورو هكاك، ما سهلاش. من غير اننا كنمشيو كناخدو لي ميديكامون، كلشي كناخدوهم في فرنسا لانهم شويه رخاصين هنايا على المانيا. المهم هادشي كامل كدوز في واحد الفتره ديال تقريبا اموا تيديرولك فيها كلشي، من اول ايكوغرافي، من اول لي زورمون اللي كتاخدي، من كل ليله كتضربي ابره واحده في كرشك راسك، عندك دوفوا تديري ايكوغرافي باش تشوفوا فين واصله البويضه عندك، فين هادي، حتى من بعد منين كتتوقع انهم كي ان البويضه كتكبر وبزاف ديال الحوايج، فكياخذوها كيجبدوها، من بعد كيديروا لك تيديروا لها داك التلقيح يعني مع سميتو لو سبيرم ديال الراجل وهادي، ومن بعد تعاودوا يردوها لك مع لانها صافي يعني تلقحات وكل شيء، الامور دازت مزيانه، وكتبقاي كتنتظري دو سيمين باش كيعيطوا، ما كيعيطولكش، كتنتظري دو سيمين كتمشي عندهم كديري ان تيست ديال الدم بطبيعه الحال، وكتمشي بحال هكا للدار، هما ملي كيخرج داك لو تيست كيعيطولك تو سامبلومون بار تيليفون، تيقول لك فوالا مدام، واش راكي انسانت ولا ماشي انسانت، حامله ولا ما حاملاش، فوالا هادشي اللي كاين. فدرنا هاد التجربه هادي بطبيعه الحال عيطوا ليا، وكانت عاوتاني تجربه مؤلمه فيزيكمون اي بسيشيكمون، لانها يعني كتاثر فيك بزاف صراحه، وسورتو كديري واحد الخطا هو انك تديري هاد الفيكونداسيون ان فيترو، وكتجي وكتجلسي في الدار تقريبا 3 سيمين تتحولي على راساتك، سي نورمال وهذا من حقك، حتى واحد ما غادي يحيد لك هاد الحق هذا، ولكن هذا خطا كبير انك كتبقاي جالسه في الدار عايشه ماساه بوحديتك وكتنتظري. يعني من الاحسن تمشي تخدمي ولا تحاولي على راساتك، المهم هي تمشي تخدمي ويكون خير هادشي اللي كاين. فبطبيعه الحال ملي عيطوا لي عاوتاني قالوا لي ما كاين حتى شي حاجه، فوالا يعني تجربه اخرى مؤلمه، الحمد لله والحمد لله. على كل حال الله سبحانه وتعالى ما مكتبش ليا هادشي اللي كاين تو سامبلومون. انا ماشي من الناس اللي كنهبط ندير فيديو في اليوتيوب ونقص نبكي ونقص نستعطف الناس ولا حتى شي حاجه، المهم هاد المسائل كلها انا ما كنت بصراحه تو سامبلومون ما كنقدرش نديرها، شويه عندي عزه نفس وشويه ما تنبغيش نتقاسم مع الناس الحوايج اللي هي مؤلمه، مع اننا يعني ملي كتكوني كديري يوتيوب ولا هذا فالناس كينتظروا منك كل شيء وكيساندوك في اي لحظه. فهذا هو اللي كاين، تجربه اخرى مؤلمه ما صدقاتش، الحمد لله. على كل حال فوالا، من بعدها جات مسائل اللي كنبقاو نقولوا اي بوكوا با، علاش اللي ما نديروش مسائل اللي هي طبيعيه فوالا. وسورتو انا ملي خديت واحد الكتاب، لان كنت صافي تجيك واحد الحاله كتبقاي
فيكسيا مع الانترنت، كتقراي تتشوفي تتقولي علاش. تشوفي بزاف ديال الناس عندهم دي زونفون، بزاف ديال الناس عندهم وليداتهم، وبزاف ديال الناس فرحانين وكلشي، كتقولي علاش تجي حتى لعندي انا وتتحبس. فكتبقاي كتقلبي سوغ انترنيت، كتقلبي تتشوفي تتقراي تجارب ديال الناس، بزاف ديال الحوايج. وكاينين صراحه بزاف اللي كيعيشوا هذه المأساة هذه. كاين الناس اللي صراحه، كاين دي فام اللي كتكون عندهم قضيه بكل سهوله، كاين حتى دي فام اللي هما فقط كي بروغراميو تيديروا ان بروغرام و فوالا اون تتحمل تو سامبلومون. وكاينين دي فام اللي صراحه تعاني ومازال في الانترنيت. كنشوف تنشوف تنشوف طحت في هذا الكتاب، هذا الكتاب هذا ديال واحد السيده امريكيه اللي هي فوالا دايره، هي جينيكولوج الا ما خفت نكذب، لا جينيكولوج فوالا. وحتى هي عانات وعانات وعانات وعانات، وبدات كتقلب وتتشرش سوغ انترنيت فوالا شنو غادي دير باش تلقى الحل. ففوالا من بعد ما لقات الحل وكل شيء تو سامبلومون كتبت هذا الكتاب. هذا الكتاب في الاول اللي صراحه غراني باش نشريه باش نقراه وكل شيء، فكتشريه تقريبا تيدير شي 67 اورو، هكاك شي 67 اورو، كتكوموندي عليه. هو صراحة كيجيك فيشي في بي دي اف سوغ انترنيت، كتليشارجيه ومن بعد تقراه سوغ انترنيت. ولكن حنايا ولا راجلي بلوتو قال بان من الاحسن نعاود نشري الكتاب حتى هو، باش هكا ما تبقايش دائما هي مع البي سي ديالك ولا هذا، فتقدري حتى الكتاب تهزيه ولا تقرايه فشي بلاصه ولا عادي ولا عادي. ففوالا قريت داك الكتاب، هذا الكتاب هذا قريته كامل وما ساهلش تقريه كامل، فيه بزاف قريته كامل. فسي فغي فيه شي حوايج اللي هما مفيدين زويونين. كتهضر على اول حاجه كيفاش ديري لا فام تعرف لو كور ديالها، كيفاش تعرف الوقت ديال لا بيريود ديالها، الوقت ديال الاباده ديالها، تعرف بزاف ديال الحوايج على لو كور ديالها، تعرف كيفاش لو كور ديالها يسورياجي، تعرف بزاف ديال المسائل، كيفاش دير تريتي بزاف ديال المسائل. والسي الا كانوا عندها دي بروبليم دو سونتي ولا هذا، الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل ولا هذا. وممكن انها دير مسائل طبيعيه، ومن بين المسائل الطبيعيه اللي انا درت كانت الوخز بالابر الصينيه ولا لا كومبونكتور كيف ما كيسميوها بالفرنسيه. فمشيت ودرتها تقريبا شي 3 موا كاك ولا 4 موا، ما جابش الله كذلك. فوالا دزنا المسائل كيف ما تيقولوا سيريوزمون، مسائل طبيعيه والاعشاب وديك الروينه، فما نقول لكمش فوالا. فما بغيتش دابا نوض نقل نحل واحد البلاكار غادي تخلعوا داكشي كامل اللي عندي، يعني بزاف سي ترو. شريت جاني من المغرب، امازون كومونديت، فين ما مشيت تنشري، فين ما مشيت كناخد مع لا كونفكتور، كنت كناخد دي واحد اتاي اللي هو من لي بلونت من الاعشاب الصينيه. كل شيء، اي حاجه يمكن لكم تخيلوها درتها، اي حاجه تقريبا، لان مازال حاجه اخرى هي اللي غادي نهضر عليها في لافان ديال الفيديو، وهي اللي غادي تكون يعني اخر ما يمكن يدار. ومن بعد بنادم خصو يحمد الله ويشكرو ويعطي الراحه لراسو، ما تعرفي شنو الدنيا جايبه لك، وما تعرفي الخير فين كاين. الله سبحانه وتعالى الا كان مكتب لك هذا الخير هذا وهاد السعاده هذه تعيشيها، فغادي يصيفطها لك مهما يكون وفين ما كنتي. فإلا ما مكتبه لكش راه ما مكتبه لكش، ما تسطعيش راسك، لان ما تيكون عندك لا مشكل لا حتى شي حاجه، وكتجربي بزاف ديال الحوايج وديجا حملتي وبزاف ديال المسائل، مي ما كتصدقش، فكتقولي الحمد لله على كل حال. فوالا دازت المرحله ديال المرحله، يعني المسائل اللي هي طبيه ولا ميديتسين وكل شيء واي حاجه ممكن لك تخيليها درناها. فدزنا المسائل اللي هي طبيعيه واعشاب وصفات وخلاطات. وجيت نقول لكم بنات ولا السيدات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذه، فحاولوا على راساتكم، لان
في الاول وفي الاخر الصحه هي اللي كتبقى وهي اللي كتدوم لك، فالصحه ما كتعوضش. حاولي تاخدي حوايج يعني بواحد الشكل منطقي ومعقول، ما تبالغي حتى في شي حاجه، لان الحاجه ملي كتزيد على الحد ديالها كتبقى بالضد ديالها. فانا وقع لي مشكل، خديت كنت كنقرا بزاف، وحتى في هذا الكتاب هذا الحبه السوداء الحبه السوداء الحبه السوداء، فيمكن بالغت في هذه الحبه السوداء. فكنت هذه الحبه السوداء هذه تو سامبلومون كنطحنها مع العسل، وكناخذها كل صباح، كناخذ معلقه صغيره ولا الراس ديال المعلقه، المهم ما كنتش صراحه كناخذ منها بزاف. فمن بعد دارت لي مشكل كبير، مشكل ديال البواسير، اللي ما عمرني ما كنت كنتوقع ان هذا غيوقع لي انا، لحقاش كناكل بطريقه صحيه بزاف ديال الحوايج، فوقع لي هذا المشكل هذا. الحمد لله لحد الان مازال مسيطره على الوضع، يعني ما محتاجه لا اوبيراسيون لا حتى شي حاجه، ولكن كنعاني منه، يعني مره مره كنعاني منه، سورتو دابا وليت اي حاجه كناكلها كنتحسس منها. الا خديت مثلا شي حاجه اللي كتكون هكا شويه فيها الحار ولا هادي، فكنزيد نتحسس منهم. المهم ممكن تخيلوا الموضوع، وتو سامبلومون لان الحبه السوداء فهي مجهده ومجهده بزاف، فكاين الناس اللي ما كت اللي نهائيا ما كتساعدهمش وما كتوالمهمش، فما كاين لا شي يبالغوا فيها ولا ياخذوها ولا شي حاجه. فوالا، خديت حب برشاد كيف ما تيسميوه، مع الحليب مع التمر مع اي حاجه يمكن لكم تخيلوها، الوصفات اللي كيديروا الناس سوغ انترنيت بعض المرات كيديروهم فقط يعني باش ما عادش نقول اشوف، انا ما كنهضرش بطريقه سلبيه نهائيا حتى على شي حد، ما يمكن ليش نهائيا. فشو بغيت نقول بان الناس اللي كيديروا وصفات وديك الشيء فهم مساكن، يمكن تيحاولوا يساعدوا واخا ما تيكونوش متاكدين، ملي تيحطوا وصفات وهادي فوصفات دائما ماشي دائما كتصدق، ماشي دائما ممكن دير لك مشاكل، رانا هي ما يدير لكش ما تساعدكش بما دير لك حتى شي مشكل اللي ينعكس على الصحه ديالك ولا هادي. فالمشكل ملي تنعكس على الصحه ديالك فثقي بيا كتولي كتقلبي على حوايج اخرى انك تصلحيها. وهذا هو اللي كاين، حب رشاد مع التمر مع هادي كاين اللي يخلي لي ميساج يقول لي سميه خذي سكنجبير طري طحنيه في لو ديرني جور ديال لي ريغل ديالك، درتو كنديرو دائما، هذا تنديرو دائما في لو ديرني جور ديال لي ريغل ديالي. فانا كنوض الصباح كنطحن سكنجبير طري وكنزيد عليه الماء بلا سكر بلا حتى شي حاجه، وكنشربو وكنتحرك النهار كامل، فهادي كنديرها مازال كنديرها دائما. فوالا، شنو ممكن ندير ما درتوش؟ درت كلشي، درت كلشي تو سامبلومون. مازال ما جابش الله، هادشي اللي كاين. جيت بغيت نخوي عليكم قلبي اليوم، بغيت نقول لكم بان انا راضيه بالقدر وراضية بحكم الله سبحانه وتعالى. طبيعة الحال ما مربعينش يدينا، تنحاولوا كنديروا بزاف ديال الحوايج. فاخر محاوله غادي نديرها هو انني قال لي خصك تمشي للمغرب وخصك شي وحده تشد لك عين تمسد لك كرشك وبزاف ديال الحوايج وهذه، فهذه اخر محاوله غادي نديرها. ما تنساش انني كناخذ، وهذا بطبيعة الحال جينيكولوج ديالي قالها لي بانني كناخذ ديكومبريمي بحال هكا كيف ما تتشوفوا في ميبيون، فهاد لي كومبريمي هادو اونكا الا وقع الحمل ولا شي حاجه فهما كيكونوا مهمين ومهمين بزاف للجنين. ف يعني انا ثقتي بالله سبحانه وتعالى كبيره بزاف، وكنامن بزاف 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 بالله سبحانه وتعالى وبالقدره ديالو على كل شيء. يعني الا كان مكتبه شي حاجه غادي توصل، ما كانش مكتبه فتستمر الحياه الحمد لله. يعني جوست بغيت نقول لك بانك ما تفقديش الامل، لانني انا حتى انا اصلا ما فقدش الامل، وجوست نقول لك بان الله سبحانه وتعالى كيشوف، ونهار كيبغي ينزل الرحمه ديالو فكينزلها طبيعه الحال، واكيد ان الرحمه ديالو غادي تنزل، واكيد ان الله سبحانه وتعالى ما يبغي حتى شي واحد يشوفه يعني مقهور وهذا. ف تكون ثقتك بالله سبحانه وتعالى كبيره،
فممكن نعيشوا، علاش لا؟ واخا ما عندناش ولاد، فانا الحمد لله عندي عندنا تقريبا 5 اونفون، 5 ديال الوليدات صغار في لا فامي، اللي هما ولاد خويا وبنات اختي، لان يعني تنحماق عليهم. شوفوني مره مره كنزل دي فوتو احساس ديالهم، يعني احساس زوين بزاف انك يعني تكوني كتبغي دي زونفون وتتشري لهم دي كادو، كتفكري فيهم، كتفكري في مستقبلهم، بزاف ديال الحوايج يعني فالحياة ما كتوقفش على هذا الامر هذا. جوست انني بغيت نحط هذه لا فيديو هذه اليوم، بارطاجي معكم تجربة، يعني تجربة هي مؤلمة. كنت نتمنى ان في هذه لا فيديو هذه نقول حوايج اخرى، نقول بان درت شي حاجة وصدقت، فلا ماشي هي دي الحقيقة. درت بزاف ديال الحوايج كيف ما قلت لكم، مي حتى حاجة الحمد لله، الحمد لله الحياة تستمر، مي حتى حاجة مازال ما صدقتش، ونهار اللي غادي تصدق شي حاجة فثقوا بيا، غادي نجري جري على لا كاميرا ديالي، وغادي نشعلها وغادي نبارطاجي معكم شنو كاين. وتنتمنى تكون قريبة ان شاء الله، وثقتي بالله كبيرة وكبيرة بزاف، وعقلوا على هاد لا فيديو هادي. نتمنى ان اللي تيشوفني ولا اللي متبعني مش حال هادي يكون اونفان عرف الحقيقة هي هادي اللي كاينة. ما مخبي عليكم حتى شي حاجة، اليوم تنتقاسم معكم هاد الهم هذا، ورغم هاد الهم فالابتسامة ما كتفارقش السومية نهائيا. مازال مستمره في خدمتي، في كل شيء لي رجعت لليوتيوب كندير دي فيديو مره مره، بور لو بليزير كوم باسيون، ماشي كخدمه، لان تو سامبلومون ما نقدرش نفرط في خدمتي لان حتى شي حاجه ما مضمونه. ولكن فرحانه فرحانه ولو بالناس القليله اللي كتابعني بمحبتهم. تنتمنى انكم عارفه بان بزاف ديال الناس واخا ما غاديش يخليو ليا دي كومونتير فهم غادي يدعيو معايا، والناس اللي غادي يخليو ليا دي كومونتير دعيو معايا، يمكن الا شفتو شي حاجه انا ما شفتهاش وما قلتهاش في هاد الفيديو هادي فخليوها ليا في لي كومونتير. فرحانه لانني تو سامبلومون حليت فتحت قلبي ليكم وهدرت معكم، عاودت لكم على تجربتي المؤلمه، والحمد لله اللي انا راضيه بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، وتنتمنى الخير القدام ان شاء الله. وما تنساوش بانني كحماق عليكم، ما تنساوش الدعم ديالكم، ما تنساوش بانكم ديروا ابوني الى عجبكم، الى عجبكم هذا الموضوع هذا وبغيتوا انني مره مره نفتح لكم قلبي، كاين بزاف ديال الحوايج، فما عليكم الا تخلوا لي دي كومونتير وانا معكم كحماق عليكم. ما تنساوش الدعم، ما تنساوش دائما تتبعوني سوغ انستغرام، لانني انا جو سوي بلوتو اكتيف في الانستغرام على اليوتيوب، وما تنساوش انني كنبغيكم كحماق عليكم.